بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أنا اليوم لدي معجزة قرآنية تتعلق بالعددين 40 و30. الحقيقة أيها الأحبة، نقول دائما القرآن ليس كأي كتاب، ليس كتاب بشر، فيجب أن نجد فيه الإعجاز والنظام والدقة. يعني عندما نقرأ مثلا قصة موسى على سبيل، أنا أعطيكم مثال، يعني هذه القصة مثلا في سورة الأعراف تبدأ بقوله تعالى كما نرى أمامنا هنا أيها الأحبة. يمكن أن نختار الرسم مثلا العثماني مثلا أو الإملائي، أسهل سهولة القراءة، ويمكن أن نكبر الخط قليلا من أجل الأحبة يعني يكون واضح أكثر. إذن هنا أيها الأحبة، الله تعالى يقول: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الآية الثانية: وقال موسى يا فرعون إني رسول رب العالمين. الآية الثالثة: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. وتبدأ هنا القصة، حوار بين موسى وفرعون إلى آخره، وكيف عبد العجل بنو إسرائيل إلى آخره. وهنا أيها الأحبة آخر آية في القصة: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. انتهت القصة هنا. أنا لدي هنا أيها الأحبة، دققوا معي هنا، أنا لدي 69 آية. دعوني أستخدم التكبير، استخدم التكبير أيها الأحبة. هنا لدي، انظروا عدد الآيات كم، 69 آية. إذن عدد الآيات 69 آية. طيب الآن دعوني أعود للحجم الطبيعي. أنا لدي هنا أيها الأحبة ضمن هذا النص، يعني عندما نأتي لآية كريمة، عندما وعد الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى 40 ليلة، إذن وعده الله 30 ليلة ثم أتممها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هنا الآية أيها الأحبة، سأحدد عليها طبعا، هذه هي الآية: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. إذن هذه الآية ذكر فيها الرقم 30 والرقم 40، أو ذكر فيها الرقم 30 والرقم 40 كما نرى أمامنا هنا 40 ليلة. طيب الحقيقة أيها الأحبة، أنا هنا كيف عرفت هذه الآية؟ أنا عددت 40 آية من بداية القصة فكانت هذه الآية. يعني انظروا هنا أحبتي في الله، هنا نعود للبداية، سأبدأ بتحديد الآيات. انظروا، إذن حددت أنا الآن آيتين، 2 3 4 5 6 7 8 وهكذا. إذن 39 40. الآية التي ذكر فيها العدد 40 ترتيبها 40، لاحظتم؟ سأكبر أنا هنا فقط لكي يعني أحبتي القراء، انظروا أيها الأحبة الآيات المحددة كم،
40، وهنا كم رقمها؟ 40. إذن نحن إذا عدنا إلى بداية سلسلة الآيات كما نرى الآية 1، 2، 3، 4 وهكذا حتى نصل للآية المحددة رقمها سيكون 40. إذن الآية التي ترتيبها، انظروا أيها الأحبة، 40 هذه هي سورة الأعراف الآية 40. طبعا ليس رقم الآية 40 هنا، رقم الآية 142، ولكن نقوم بالعد من أول قصة سيدنا موسى، من أول قصة سيدنا موسى. عندما نصل للآية التي ذكر فيها العدد 40، فتم ميقات ربه 40 ليلة. انظروا أيها الأحبة، 40 ليلة، واضح؟ فتم ميقات ربه 40 ليلة. كان رقم هذه الآية 40. طيب هنا ذكر 30 ليلة أيضا، هنا ذكرت الرقم 30 ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة. طيب أين الرقم 30 هنا؟ الحقيقة إذا انظروا أيها الأحبة، سأعود، إذا ذهبنا إلى آخر آية، آخر آية من هذه السلسلة، قلنا لدينا القصة 69 آية، القصة 69 آية، آخر آية وهي وإذ نتقنا الجبل فوقهم، قرأناها قبل قليل. طيب لو قمنا بعد 30 آية للأعلى، نحن عندما عددنا 40 آية من الأعلى للأسفل شاهدنا رقم 40، سنعد 30 آية من الأسفل للأعلى هكذا أيها الأحبة، 1، 2، 3، 4، 5، 6. طبعا عدد الآيات محددة يظهر هنا، عدد الآيات المحددة 7، 8، 9، 10 وهكذا، 20، 22، 28، 29، 30. الآية 30 هنا ما هي؟ هذه هي الآية أيها الأحبة، هي ذاتها ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. سبحان الله. إذن أنا لدي 69 آية، الآية الوحيدة ضمن هذه 69، انتبهوا أحبتي في الله، هي هذه الآية، ذكر فيها الرقم 30 والرقم 40. أنا لدي 69 آية. أنا حتى أسهل عليكم، دعوني أنسخ هذه الآيات، أريد أن أنسخها إلى ملف مثلا وورد. كما نرى أول آية ما هي؟ ثم بعثنا من بعدهم موسى. سلسلة الآيات هذه تنتهي بماذا؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. انتهت هنا القصة، هنا انتهت القصة. طيب كم عدد هذه الآيات؟ دعوني أحدد هذه الآيات، أقوم بتحديدها وأقوم بترقيمها إلكترونيا، يعني حسب برنامج وورد. هذا برنامج يعني ليس له علاقة ببرنامج الإحصاء، أنا أريد أن أرقم هذه الآيات. انظروا، 1، 2، 3، 4 وهكذا، آخر آية يجب أن تكون 69، قلنا لدينا 69 آية، آخر آية 69 هنا. طيب انظروا الآية التي رقمها 40 هنا، هذه هي، سألونها باللون الأحمر، ماذا تقول الآية 40؟ انظروا، انظروا أيها الأحبة، سأستخدم الألوان من أجل فقط الإيضاح، انظروا أحبتي في الله،
الآية رقم 40 ذكر فيها الرقم 40 من بداية القصة. نعد آية آية نصل للآية 40 ضمن القصة طبعا، نعد نجد الرقم 40. عندما نعد بالعكس يعني من الآية 40 لآخر الآيات 69 سنجد بالضبط 30 آية، يطابق العدد 30 ليلة هنا. إذن لو قمنا بالعد من البداية إلى العدد 40 نجد الآية رقمها 40، وإذا قمنا بالعد العكسي يعني من النهاية من هنا من هنا من هنا يعني واحد، سنعد معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، طبعا كل واحد يمكن أن يعد يعني سهل، برنامج الإحصاء موجود، سنجد 30 آية بالضبط. إذا صعدنا للأعلى نجد 30 آية، يعني كأن الله تعالى أراد أن يقول لك أيها الإنسان هذا كلام إله، فيجب أن يكون منظما، يجب أن يكون هذا الكلام فيه دقة، فيه إحكام، فيه زينة، مزين، يعني ليس ككلام البشر. من الممكن أن يضع الله سبحانه وتعالى هذه الأرقام بشكل عشوائي وانتهى الأمر، ولكن لا، الله يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. طيب دعوني الآن أعود للبرنامج أيها الأحبة، هذا هو البرنامج. السورة التي ذكر فيها الرقم 40 هي سورة الأعراف، وذكر قبلها طبعا في يعني الرقم 40 ذكر في سور عديدة قبل الأعراف، ولكن هناك من الأعراف حتى آخر القرآن الرقم 40 ذكر مرة واحدة فقط. إذن دعوني أبحث عن الرقم 40، سأجد أنه ذكر في البقرة والمائدة والأعراف، ولكن بعد سورة الأعراف إلى آخر القرآن كما نرى لا يوجد إلا الأحقاف، يعني من الأعراف إلى الأحقاف على نفس الوزن. يعني الشيء المذهل أيها الأحبة أن الآية الموجودة في الأعراف تذكر الرقم 30 والرقم 40، تذكر الرقم 30 والرقم 40. الآية الموجودة في الأحقاف تذكر الرقم 30 وتذكر الرقم 40، هنا الرقم 30 والرقم 40، يعني هاتان السورتان هما الوحيدتان التي نجد فيهما في نفس الآية يذكر رقم 30 ورقم 40. من سورة الأعراف إلى سورة الأحقاف كم سورة توجد؟ 40، يعني السورة الوحيدة التي ذكر فيها 30 و40 سورة الأحقاف الأعراف، والسورة الوحيدة التي ذكر فيها سورة الأحقاف فقط سورتين. من الأعراف إلى الأحقاف 40 سورة. دعونا هنا نبحث عن السور أو نعد السور، هذه سورة الأعراف سأحدد أن رقمها 7 إلى سورة الأحقاف 46. كم عدد السور المحددة هنا؟ انظروا أيها الأحبة 40 سورة، 40 سورة من الأعراف هنا، من الأعراف هنا أيها الأحبة، من الأعراف إلى الأحقاف. كم سورة لدينا؟ 40، هذا هو الرقم 40، 40 سورة، لأن سورة الأعراف هي الوحيدة التي ذكر فيها 30 و40، يعني العددين 30 و40، والأحقاف
أيضا هي الوحيدة، سورتين فقط. وبين السورتين من الأعراف إلى الأحقاف لم يذكر رقم 40، تمام؟ يعني من الأعراف إلى الأحقاف لم يذكر رقم 40 إلا في الأعراف والأحقاف، فجعل الله بينهما، أو جعل عدد السور من الأعراف إلى الأحقاف 40 سورة. سبحان الله. أنا لدي لطيفة هنا لاحظتها من لطائف الرقم 4. كنت أبحث عن الرقم 4 ومضاعفاته في القرآن، كتبت هنا كلمة 4، طبعا سيعطيك 4 4 4 40 4، كل ما يتعلق بالرقم 4. الحقيقة كانت المفاجأة بالنسبة لي أن الرقم 4 ومضاعفاته ذكر في القرآن كم؟ دعوني أكبر. ذكر 16 مرة. ذكر 16 آية، في 16 آية 16 مرة في 8 سور. لاحظتم شيئا معي أيها الأحبة؟ الرقم 4 ذكر في 8 سور، يعني مضاعفات 4، 4 في 2. وعدد الآيات التي ذكر فيها الرقم 4 ومضاعفاته طبعا 16. العدد 16 ماذا يساوي؟ يساوي 4 في 4. يعني محكم. الله يريد أن يقول لك كتاب محكم. يعني طبعا العدد 7 ستجد تناسب، العدد 9 له تناسب، نحن الآن مناسبة العدد 4 ومضاعفاته. فإذا أيها الأحبة، يعني من يستطيع أن يركب أو يؤلف كتابا ويضع فيه مثل هذا الإحكام ومثل هذا الإعجاز المحكم؟ لذلك ينبغي أن نشهد ونعترف أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر، يجب أن نقول إنه كلام صانع الكون الذي أبدع هذه المعادلات الفيزيائية والرياضية في الكون. كل ذرة لها نظام وكل شيء له قانون. كذلك هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من القوانين، مجموعة من الأنظمة الرقمية المحكمة، كل حرف في مكانه، حتى النقطة، الضمة، الفتحة، كل شيء في مكانه. ولو حدث تحريف بسيط، أي تحريف، سيخل بهذا البناء العدد الرائع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.